إن الشيء المميز في الجبر الخطي بشكل عام هو أن بعض المفاهيم يمكنها أن تفسر بمجموعات طرق مختلفة، يمكن أن توضح لتمثيل أفكار مختلفة أو مسائل مختلفة، وهذا ما سأفعله في هذا العرض. سوف أوضح الفضاء الفراغي وسوف أبين العلاقة. إذا كان لدي المصفوفة A ضرب المتجه X وهذا يساوي المتجه صفر. وبالطبع فقد رأينا في العروض الأخيرة أن الفضاء الفراغي لـ A يساوي جميع المتجهات X في Rn. لذا سيحتوي على N مكونات، وهذه يجب أن تكون مصفوفة M ضرب N. فإذا كانت مصفوفة M ضرب N سأقول أن جميع المتجهات تقع في RA. إذن هذا العدد يجب أن يكون نفس هذا العدد لكي يكون ضرب متجه المصفوفة صالحا. لكن الفضاء الفراغي لA عبارة عن جميع المتجهات في RN والتي تحقق هذه المعادلة، حيث إذا أخذت A وضربتها بأي من المتجهات في الفضاء الفراغي يجب أن أحصل على المتجه صفر، وسوف يحتوي على M مكونات، وقد رأينا ذلك في سوف يحتوي على متجهات صفرية. سأضعه بهذه الطريقة ويكون عنصرا من RM. إذن هذا هو الفضاء الفراغي. دعوني أوضح قليلا. بالطبع نحن نعلم أن المتجه والمصفوفة التي لدينا إذا أعدنا كتابتها يمكننا أن نكتبها كمجموعة متجهات. يمكنني أن أقول هذا هنا، هذا V1، ثم لدي V2 ولدي N أعمدة. إذن هذا العمود الأخير سوف يكون VN. إذا عرفت المتجهات بهذه الطريقة فإن هذا هو المتجه الأول وهذا المتجه الثاني، ومن ثم يمكنني أن أعيد كتابة A. يمكنني أن أقول أن A تساوي مجموعة من متجهات العمود V1 V2 وصولا إلى VN، ونضرب هذه المصفوفة بالمتجه X. إذن ضرب X أي ضرب X1 X2 إلى أن نصل إلى XN. لقد رأينا في السابق في العرض على تعريف خاص المتجه المصفوفة أن هذا يمكن أن يفسر كالتالي، أنه يجب أن يأتي مباشرة من التعريف، هذا يعادل المتجه X ضرب V1 زائد المتجه X2 ضرب V2 وصولا إلى، ونستمر بإضافتهم وصولا إلى XN ضرب N العمود. لقد أتى هذا مباشرة من تعريف حاصل المتجه المصفوفة. الآن إذا كنا نقول أن AX تساوي صفر فنحن نبحث عن مجموعة حل لذلك، وإذا إننا نبحث عن مجموعة حل لـ AX بالتالي فإن هذا يعني هذا يساوي المتجه صفر، يعني هذا المجموع نحن نحاول إيجاد مجموعة حل لهذا المجموع الذي يساوي صفر. نريد أن نجد X1 X2 X3 وصولا إلى XN وهذا ما يجعلها تساوي المتجه صفر. ماذا نفعل؟ نحن نأخذ المكونات الخطية لمتجهات العمود، نأخذ المكونات الخطية لمتجهات العمود ونرى إذا كان بإمكاننا أن نأخذ بعض المكونات الخطية ونضعها للمتجه صفر. الآن يجب أن تبدأوا بالتفكير. هذه المعادلة البسيطة أو هذه العبارة هنا يجب أن تجعلكم تبدأون بالتفكير، لقد كان جزءا من كيفية تعريفنا للاستقلال الخطي. لقد قلنا أنه إذا كان هذا تعريف
الاستقلال الخطي، أو أثبتنا ذلك أن ذلك تعريف الاستقلال الخطي، فإن مجموعة من المتجهات هي V1 V2 وصولا إلى Vn، ونفترض أنهم مستقلين خطيا. مستقلين خطيا، فإن هناك طريقة غير رياضية لوصفه. أعتقد أن هذه الطريقة رياضية كذلك. هذه انظر، ولا أي متجه من هذه المتجهات يمكنه أن يمثل كمكون خطي. ثم قد وضحنا أن ذلك يعني أن الحل الوحيد لهذه المعادلة سيكون X1 X2 جميع المعادلات على هذا يجب أن تساوي صفر. هذا هو الحل الوحيد. الاستقلال الخطي يعني أن هذا الحل الوحيد لهذه المعادلة حتى الآن. إذا كانت الطريقة الوحيدة التي تحصل بها على المتجه صفر عن طريق أخذ مكون جميع تلك المتجهات المشتركة، الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحصول على جميع ذلك مساويا لصفر، بالتالي نحصل على مستقل خطيا. كذلك إذا كانت V1 V2 وصولا إلى Vn مستقلة خطيا، فإن الحل الوحيد لهذه أن تكون هذه المعادلات هي صفر، وقد رأينا ذلك في عرض الاستقلال الخطي. الآن إذا كانت جميع المعادلات عبارة عن صفر، ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أن المتجه X عبارة عن المتجه صفر. والمتجه صفر الوحيد ذلك هو الحل الوحيد. إذا لدينا شيء مثير للاهتمام هنا، إذا كانت متجهات العمود مستقلة خطيا، أي إذا كانت V1 V2 وصولا إلى Vn مستقلة خطيا، بالتالي هذا يعني أن الحل الوحيد لـ AX تساوي الصفر هو أن X يجب أن يساوي المتجه صفر، أو بطريقة أخرى مجموعة الحل لهذه المعادلة هي الفضاء الفراغي، والفضاء الفراغي عبارة عن جميع قيم X التي تحقق هذه المعادلة. إذن ذاك الفضاء الفراغي لA يجب أن يحتوي فقط على المتجه صفر. هذه النتيجة مثيرة للاهتمام. إذا كنا مستقلين خطيا، بالتالي فإن الفضاء الفراغي لA يحتوي فقط على المتجه صفر، وهي طريقة أخرى للتعبير عن ذلك. دعوني أكتب هذا. حسنا، لقد كتبته بالفعل في الأسفل. تلك X1 X2 جميعهم يجب أن يساوون صفر. الآن إذا أردت أن أضرب هذه المعادلة وأحصل عليها بنموذج درجة الصف المنخفض، ماذا يعني ذلك؟ لقد رأينا في عرض سابق أن الفضاء الفراغي لA يساوي الفضاء الفراغي لنموذج درجة الصف المنخفض لA، وذلك الفضاء الفراغي لA يساوي الصفر لأن متجهات أعمدته جميعها مستقلة خطيا، وهذا يعني أن الفضاء الفراغي لنموذج درجة الصف المنخفض لA يجب أن أيضا أن يساوي المتجه صفر. وهذا يعني أنه إذا أخذت نموذج درجة الصف المنخفض لـ A ضرب، ربما أنني أبالغ في هذا، لنموذج درجة الصف المنخفض لـ A وأضرب ذلك بـ X المتجه X، أو أنني أريد حل هذه المعادلة، الحل الوحيد هنا أن X تساوي المتجه صفر. وإذا فكرتم بمعنى ذلك، إذا كان هذا الحل الوحيد، فهذا يعني أن نموذج درجة الصف المنخفض هذا لا يحتوي على متغيرات حرة، إنه يجب أن يبدو هكذا. إذن هذا X1 X2 وصولا إلى XN نموذج درجة الصف المنخفض لA، ولكي يحتوي على حل فريد، وذلك الحل الفريد سيكون صفر، نموذج درجة الصف المنخفض يجب أن يبدو هكذا.
واحد ضرب x واحد زائد صفر ضرب جميع ما تبقى سوف يحتوي على مجموعة من الأصفار، وسوف تحصل على واحد ضرب x اثنان زائد صفر ضرب كل شيء آخر، وهذه الواحد سوف تمتد وصولا إلى الخط القطري وسيبدو هكذا، ثم أنه سيساوي المتجه صفر، وستكون هذه المصفوفة مربعة، حيث أن يكون N يحتوي على N أعمدة وN صفوف. كيف أعرف ذلك؟ لأنني قلت أن X1 X2 وجميع هذا يجب أن يساوي صفر، يجب أن يساوي صفر. إذا كتبتهم كنظام معادلات، إذا كتبت X1 تساوي صفر، X2 تساوي صفر، X3 تساوي صفر، وصولا إلى xn تساوي صفر، نظام المعادلات هذا إذا كتبته كمصفوفة زيادة، تذكروا أن هذا x1 زائد صفر، x2 زائد صفر، وهذا كمصفوفة زيادة، وقد فعلنا ذلك لعدة مرات، ستبدو هكذا. سيكون لدينا مجموعة أصفار ثم مجموعة من الواحد ستكون أسفل الخط القطري، ثم سيكون لدينا أصفار هنا لقد حصلت عليها من هنا. إذا كانت مستقلة خطيا فالفضاء الفراغي لA سيكون عبارة عن المتجه صفر، وإذا كان الفضاء الفراغي لA عبارة عن المتجه صفر، بالتالي الفضاء الفراغي لنموذج درجة الصف المنخفض سيكون المتجه صفر الوحيد، الحل الوحيد سيكون عبارة عن جميع قيم X التي تساوي صفر، ما يعني أن نموذج درجة الصف المنخفض لA يجب أن يكون واحد أسفل الخط القطري بالإضافة إلى صفر في كل مكان آخر. على أي حال أردت أن أجعل هذا أن هذا نوعا ما نتيجة ثانوية لتفسير الفضاء الفراغي، دعوني أكتب ذلك، دعوني ألخص النتائج التي حصلنا عليها. الفضاء الفراغي لA إذا كان يساوي الصفر فإن هذا يعني يمكنك الذهاب بكلا الطريقتين، إن ذلك صحيحا إذن وفقط إذا كان متجهات عمود A كانت متجهات عمود A مستقلة خطيا. مستقلة خطيا، وكل هذا صحيح، فقط هذا صحيح، كنت أريد وضع مثلث وربما يتحول إلى مربع، إذا كان x1 x2 يجب أن يكون صفر، هذا هو الحل الوحيد، ثم أن هذا يبين أن النموذج درجة الصف المنخفض ولم أفعل ذلك بدقة كما يجب، لكن نموذج درجة الصف المنخفض لA سيكون مربع مصفوفة إن ضرب إن. وبالمناسبة هذا يمكنه أن يكون صحيحا فقط إذا كنا نتعامل مع مصفوفة إن ضرب إن لنبدأ بها، وربما سأفعل ذلك بدقة في العرض التالي، لكن نموذج درجة الصف المنخفض لA في هذه الحالة سوف يبدو هكذا، أي كمجموعة من الواحد أسفل الخط القطري بالإضافة إلى أصفار في كل مكان آخر، وهذه كلها توضح بعضها. الآن ماذا لو كان الفضاء الفراغي لA يحتوي على بعض المتجهات الأخرى؟ حسنا، عندها سنقول أن متجهات عمود A مستقلة خطيا، وإذا كانت مستقلة خطيا بالتالي لن يكون لدينا نموذج درجة صف منخفضة لA يبدو هكذا، بل سنحصل على شيء سوف يحتوي على متغيرات حرة تسمح لكم بإنشاء حلول أخرى هنا، لكن على أي حال أردت فقط أن أعطيكم هذا حتى يوضح لكم كيف يمكننا أن نفسر الفضاء الفراغي وكيف أن له علاقة مع الاستقلال الخطي.